البرجر بتاعنا النهارده الحجم حجم كبير، فانت ممكن تعملي الحجم الاصغر من كده. بصوا كده، انا بس عايزه اوريكي مع حجم البرجر الجاهز وكيلو اللحمه المفرومه عملنا قد ايه. بسم الله، شيل كده ويلا يا منى شوفي كل حبايبنا اللي جاوبوا صح. يلا بينا نقول اسم كل حبايبنا. بصوا يا جماعه، تاني اخر تشكيل معانا، ادي كده المكبس وادي كده الكيس فيه مسحه زيت، وهجيب الكوره بس لازم امسح ايديا برده مسحه زيت عشان العجينه تنعم معايا. هنعم الكوره كده وبعدين هروح حطها كده على الكيس وفوقيها ما شاء الله كيس تاني. الكيس التاني ده مش لازم يتمسح مسحه زيت يعني، المهم الكيس اللي تحت. وبعد كده قولي لي بقى الاسماء. يلا، دعاء جمال جاوبت صح، مين تاني؟ وميمي كمان، كل دول على اللايف يا جماعه. وسعاد حسن ما شاء الله عليكم، وهانم سليم، واسماء ممدوح، وعلا محمد ما شاء الله عليكم، وشيماء الله اكبر، ومريم نبيل، وكم مين؟ ريهام عزت ما شاء الله، وريم يوسف، وريري. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ لا ده انتوا بصوا، ده انتوا عايزين حلقه للاسامي بس، ما شاء الله عليكم، ربنا يحميكم جميعا وكل حبايبي اللي جاوبوا صح، اللهم بارك بجد ما شاء الله. كده خلصنا، وحطيت بقى جريل على النار، ممكن طاسه ممكن صينيه اللي موجوده عندك. بس طبعا لو عندك جريل مبسطم يعني في الخطوط العلامات دي كده، الجريل اللي متبسطم ده هتبقى احلى واحلى، تدي زي الجريل.
بس كده اهو. يلا يا باشا على ما هتطلعوا فاصل وترجعوا لي هكون عملت لكم كذا واحد تاني بقى كده. نشوف شكل السندوتشات هتبقى عامله ازاي وازاي اقدر اقدمها لاولادي زي المطعم اياه بالظبط. اطلعوا فاصل وارجعوا لي نشوف الكلام ده مع بعض. فاصل قصير بس هو القناه تتغير.